قضينا باللقاء مع السيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون، كان نقاش مطول حول عدة مواضيع، منها موضوع حول الدستور، وكذلك حول الانتخابات، كذلك حول الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. تحاورنا وتناقشنا وأعطانا رأيه في هذه المواضيع. وجدنا بأنه ملم إلمام كبير حول الوضع الاقتصادي للبلاد، يسعى من خلاله إلى النهوض بجزائر تكون أكثر استقرار اقتصادي واستقرار قانوني. كما تناقشنا في حول الانتخابات اللي هي في واقع الأمر الشغل الشاغل لكل الجزائريين والجزائريات، هو مهتم بالأزمات التي تضرب العالم في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، والجزائر هي وطن في معمورة، وبالتالي يهمنا هذا كيف يمكن أن نخرج، ولكن لا نستطيع أن نخرج من هذه الأزمات إلا بتكاثف الجهود الشعب الجزائري ككل، وجعل من الاقتصاد مبني على سواعد الجزائريين، وألا نتلاعب بهذه الجهود التي سوف يبذلها الشعب الجزائري في هذا الوقت بالذات. التمسنا بأنه متفهم كثير من الأمور، ولكن هناك وقت لابد أن نعالجه بتأني، لأن هناك أولويات لابد من الوصول إليها.